كبرت سني ووهنت قوتي وخشيت من رعيتي التفرق. هو شايف ان الزمن بيتغير فاقبضني اليك، دي دعوه عمر بن الخطاب. احفظوا بقى، اهو انا سني كبرت، قوتي وهنت، خشيت التفرق من رعية. الزمن بدا يختلف، الرعيه مش زي زمان، مش زي زمان، فاقبضني اليك. فلما يجي بعد ما يقبض يجي عثمان عشان يرث وضع وصفه عمر بهذه الصورة، ووصفه عبد الله بن عمر بهذه الصورة، وعثمان أسن من عمر، نعم. يعني أكبر منه سنا، مسألة الناس مش منتبهة إليه. فضلا عن نقطة في منتهى الأهمية، وهي أنه سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان بهذه الصورة مع تغير الزمن يراعي نقاط. يعني مثلا معلش أنا أصل الكلام الحقيقة مهم فضل جدا فضل. ان في ناس يقولوا ايه، الله طب ما سيدنا علي بن ابي طالب اختلف مع سيدنا عثمان في المناقشه، قال له كذا وده قال له كذا، ظاهره صحيه سبحان الله. امال يعني انتوا عايزين لما يبقوا قوالب وكله امين تقولوا دي بلد متسلطه، ولما يحصل المناقشه ثم يا اخي سبحان الله، الم يكن عمر على خلاف مع ابي بكر في الراي في مسائل كثيره عديده، ثم ألم يختلف علي مع عمر بن الخطاب في خلافة عمر بن الخطاب عدة أشياء، ثم ألم يختلف الحسن ابن علي مع أبوه علي بن أبي طالب، الحسن ما اختلف مع أبوه، قال له يا يعني يا أبتي كذا كذا لحد ما علي قال له لقد أكثرت علي فاسمع مني، انت ده زياده عن اللزوم. علي اللي هم الاثنين اللي من ائمه الشيعه عند كما يقال طبعا من ائمه الهدى، لكن ائمتنا كلها. ثم لما قتل علي اختلف الحسين مع الحسن في الراي، فدي حيويه شهدها كل عصر. فلما يجي ناس يختلفوا، لانه فعلا سيدنا عثمان اختلف مع ابو الدرداء، اختلف مع ابو ذر، اختلف مع علي، طب ويعني ما موجود في كل عصر من العصور. في ده في ناس مشيت من قدام سيدنا عمر قال انا مش هشتغل معاك، قالوا يعني في صحابي قالوا لا انا مش، سلام عليكم، ما عرفش، قال له خلاص لو سمحت اعفيني لانه لم يستطع. فالمساله موجوده، لكن الظلم في الافتئات. ولذلك سيدنا عثمان لازم يبقى واضح انه اللي عمل الفتوحات الاكبر قدر من الفتوحات في زمن الخلفاء الراشدين عثمان، اكبر قدر من الاستقرار الاداري، رجل دوله دواوين كان سيدنا عثمان، اكبر قدر من السعه الماليه سيدنا عثمان، عهد عثمان بن عفان، اكبر قدر من ايه يعني مسائل حتى النفقات والتوسيع المالي، ده كانت يعني دولة سيدنا عثمان كانت ناجحة بكل هذه المقاييس بلا استثناء، فضلا عن جمع القرآن.